أصاب زلزال المناطق التي يسكنها الأشخاص أكثر ضعفاً وهشاشة وتأثراً من النزاع المستمر منذ أكثر من 12 عاماً في سوريا، بما في ذلك الملايين من النازحين الذين هربوا من الموت ويعيشون حياة بالغة السوء بحسب المرصد الأورو متوسط الحقوق الإنسان. توقعنا كعامل في المجال الإغاثي من وكالات الإغاثة الأممية والدولية أن تكون على مستوى الحدث وتتحرك فورا لتقديم المساعدة اللازمة لإنقاذ الضحايا من تحت الأنقاض وتوفير الدعم للناجين، وذلك لم يحدث للأسف.